البث اهو يا ابني انا جاي من دي. لا انا قاعد ما انا كنت هقول لك تبص يا باشا انت معاك السلام عليكم. السلام عليكم. نعم يا كابتن تنين، انت عاوز ايه؟ يلا مش عايز حاجة. أمين. طب بس طيب، استاهل 100,000 يا جماعة ولا ما استاهلش 100,000؟ انت ما تستاهلش 10,000. ايه ده، انت جايب ال 30,000 دول عشان انت قلت لهم ان في مفاجأة وهم عارفين ان انا ايه ده في ايه طيب يا اسطى اللي انت بتقوله ده؟ انت كنت قادرني في ها؟ مفاجأة، في مفاجأة أحلى بقى. استنى بس، انت بتاكل البيك رولز وما بتدينيش واحدة وانت عارف ان انا بحبه قوي. ده الواد كريم اللي جايبه مش انا والله. خير خير. اللعبة طلع يا اسطى طلع 100,000 مفيش بجد. ألف. لا 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 والله يا اسطى 100,000 بجد. لا يا جماعة، لازم اللايف ده يوصل 50,000 عشان في مفاجأة أكبر بعد ما أنا مات والله. لو وصل ال 100 هنقول المفاجأة الله أكبر. ايه هتطلع أمي معاك في اللايف ولا ايه؟ إيه؟ خلاص هتطلع ماما معاك في اللايف؟ مين؟ أمي أمي أمك كده كده تنور والله يا عم. أمي بتفضح أي لايف. يا لهوي ده حر، ده خناقة. انت مين اصلا؟ مين قالك تخش اللايف ده؟ الواد اللي فوق ده معرفوش. هو في ايه؟ انا ما ده اعرفش. على لايف في مصر الايام دي. ايه ده في ايه؟ في يا جدعان ايه دو؟ ايه دو مش كده؟ ايه بالراحة دو؟ بروحها كده ايه دو؟ ايه دو؟ ايه ده، خمسة خمسة بروحها هنستوعب سوا. لعبهم يا اسطى لعبة قوم لعبة ايه؟ ونعترف لهم اعتراف لما اللايف يوصل 100,000. 100,000 هتعترفي قدامه؟ يوصل 100,000 واعترف وانا ادي كلام. الشعب المصري كله يتفرج على اللايف. دمك خفيف وربنا ماشي كده 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 ايه؟ انا كلمتك انت دلوقتي. مين الواد الأمور ده؟ فين؟ هو ده ليه يا كلام جماعة امبارح ولا كان؟ يا جنى ما تخافيش يا جنى، انتي فاهمة غلط يا جنى والله. ما هي هتقول الاعتراف بعد المية. اوه 100 ده بعدنا على 100 بقى بجد. ايوه، بس احنا معديين كده كده انت عارف. كده كده الحمد لله على الفرق ده. ايوه أماريه حرفنجية. انا مش مصدقة نفسي، ما هموت. تموتي ليه يا حبيبتي بعد الشر؟ هموت لا ما ينفعش حد يخرج منه الصراحة. الناس المفروض يعني اللايف ده الناس تخرج تبلغ الناس التانية وترجع. هو على فكرة ده اللي بيحصل والله، الناس بتطلع تقول الناس بتيجي. بيتصلوا ببعض. الحق بتقولك انت تخلص خالص، مالكش كلام معايا. حقك عليا انا يا جنى، هتشتمنا انا كمان دلوقتي. حقك علينا احنا الاتنين. حاولي تحبي الموقف، حاولي. كلمونا بسرعة يا جدعان، ام بي سي مصر تيجي. ايه؟ اكتب بالعربي هنا بسرعة يا جدعان، أنا عايز الميديا كلها تلعب باللايف ده. ايوه بعد اذنكم يعني. لا يا روحي افتح لايف بسرعة عشان ترند مصر الجديد.
سامعك يا كريم؟ اللايك بيزيد بس. ايوه هيوصل ال100 بقى، هتقول له معلم انت عايزه تقولي؟ اول ما يوصل 100 هيوصل ال100 مش هيوصل، لا يوصل الناس 100 اسمع كلامي. اللايك يوصل 100 وانا هنزل وحد اقوى مني هيطلع وهعترف لك اعترف قبل ما الحمد لله الحمد لله فعلا هيموت او قبل ما اعترف. لا استنى والله واقف والله انت يعني ما بيزيدش 70 الناس ده وصلوا 70 وقولوا حاجه 70؟ بلاش 100 لا 100 صح؟ 70 صح؟ ما ينفعش 100 صح؟ ماشي 70 ماشي بس 100 لا 100 ماشي 70 70 زي بعض زي بعض 100 70 70 80 70 هم غضار الحق اخد بيقول لك انا بتكبت انا مش بني ادم لا ماما بيقول فتح لايك بيقول له اصحابك مين اعملوا شير اللي بعد يا جدعان في اللايف. بصوا يا جدعان اللايف ده يوصل حاجة اللايف ده ما ينفعش يقل يلا يا جدعان يزيد لازم يزيد. لا 70 حلو ماشي 70 70 ماشي حلو السؤال دخلنا على 100 شوية. هو حد فتح لايف؟ ممكن يكون في حد فتح مفيش حد يا لا اصلا اللي هيفتح اللايف هيسيب اللايف هيجي يتفرج هنا اللي هيفتح اللايف مش هيجي له قلب يسيب طيب يروح يفتح لايف ايه يا احمد يا ابو فن عاوز ايه؟ هطلعه بره يا اسطى الواد ده يا اسطى شوف صاحبك اللايف اصلا مش عايز يجي عند ال 50 دي مش عارف في ايه. لا هيجي دلوقتي يجي 50 ونلعب انا وهو لعبه. لا هيجي ال 70 بقى وقولي هم عايزين بيحبوا المفاجآت ما بيحبوش انت 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 عايز يعني انت عايز نقول وخلاص. لا مش هقول حاجه يا حبيبي خمسين اهو خمسين خمسين 51 اهو 52 حلو حلو 50 بسرعه دخلوا كل المستنيين بطل قتل واضحك بطل قتل واضحك عشان ياخدوا سكرين يا بنت استنى بطل اكل يالا يالا انت ديني ما بتبطلش اكل لا اكبر لا اكبر 24 ساعه بتخمس ووشي على ايه؟ وقالوا تجيبان سيبت خين قوي من كتر بالضخمة يا منياز صح يا جدعان اللايف لازم يوصل 100,000 اسمعوا كلامي خلوا 70 70 70 يلا اهو 53 اهو 17,000 اهو يلا ناقص 17,000 احنا كده هنبقى اعلى مصريين نطلع اللايف ده يا اسطى صح؟ يلا اهو عاش 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 قناة الجزيرة جاية لنا البيت ايه ده هو كل ما يطلع ينزل براحتكم اللايف ده حاجة اللي عايز تتقال واللايف اللي طلع ده مش هيحصل تاني الكلام ده بقاله 6 سنين ما حصلش اللايف ده لو وصل 70,000 هعرف انزل اشيل خالد بوفون كمان بيتحدانا يعني خليك قد كلامك خليك قد كلامك هتقلب الاكونت بتاعك خلاص 60 يا جدع ماشي ماشي لما توصل ل 60 هحاول اقنع نفسي لا 70 خليك قد بقى كل شويه هننزل 10 ماشي وصلوا 60 انت مالك انا حرة انا عاوز اوصل 60 الله براحتك خلاص يا جدعان انا اصلها كده 6000 ولا 7000 يعني حد شوفه بقى براحتك اي اي
خلاص انت بتزعلني. انت كده عايزه تقولي تقولي حاجه. انا حر، انا حر، انا حر. الله الله صح. وربنا لو وصل لقلبه يوم كامل فانز شريف خالد. اصحى في حد تاني يعمل حاجه؟ انت بتخمس في وشي ولا بتعمل ايه في وشي انت؟ لا ستة. ما انت طول ما انت بتاكل مش هيزيدوا. كفاياك اكل بيكرم زهرة بحبه. بص. خلصانة. بحبوش اصلا يا واد، جايبه بالصدفة. ولا انا باكل. حياتي ما اكلته. كلم آية. يا آية. كيف شكرا. لا يا يمنا. ناس خمسة يا جدعان. 5000 بس. 5000 بس. أيوة. ولو وصل كلمة أنا بعد 60 والله كنت بعمل فجأة بعديها. لحقت. يلا ناس 4000. هتقول أنت كمان؟ لا انا بعد 60. لا انا اقول 100. انت ناقص 4000. انت بتقولي ناقص لي 3000. ايه 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 ناقص لي 3000. ناقص 3000. انا على اعصابي. يا ريتني ما كنت فتحت بوقي. رجعت اسكلاني. هنخليه 70 يا جماعه عادي. لا 60. لا ناقص 3000. ناقص 2000. يلا يا جدعان. عاش عاش عاش. ناقص 2000. عاش برافو. ايه الهيصه ده؟ كل العيال هنا يا ابني. ريناد هنا في اللايف. ريناد ناقص 1500. ناقص 1000. يلا يلا يلا. ايه بقى؟ يلا. طب يلا مع السلامه. يلا بسرعه. ناقص 1000. يلا يا جدع. لا باي باي بقى. معلش معلش. عايز تقول للناس بسرعه. ناقص 1000. فكرت. يلا بوم. بسرعة. قولي بقى. يلا 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 عشان هنا اقول بعدك. اموت من الضحك. يلا والله هقول بعدك ب 100000. يلا بسرعة. انا 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 لا لا مش كده. قولي الحاجة انت عايزة تقوليها. والله يا جماعة هو اللي قال. هو اللي قال لك ايه؟ ايه؟ هو انت شايفني؟ يلا يا بنت. من بعيد ولا من قريب؟ اه. طب ثواني، انت شايفني؟ انا بعيد ولا قريبة؟ بعيدة سنة، زوم سنة. يلا يا بنتي. ناس مستنية. إيه؟ لا ناخد سكرين الأول. طب يلا اهو. انت قلب وشك. انا اخد سكرين بشكلك ده؟ اضحك يلا. يا اصفر اضحك ضحكه، اضحك ضحكه جامده. عرفت انا ترند ليه؟ عشان انا بابا بابا بابا. يلا قولي بسرعه. يا جدعان ايه ده؟ لا يلا عشان ده داخل على 70 وهيجيب ال 100 وانا هقول وراكي. لا 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 اتقل. بص ما تكروتنيش. انا اصلا قلت ان انا هقول لما يوصل 70.
لا او اصلا نزل ال 70 ده ناقص 5000 على ال 70. طب ما لما يوصل هو والله ناقص 5000 على ال 70، ناقص 5000 على ال 70. خلاص انا هقول وانت لما يوصل 70 هتقول. هقول لا انا هقول في المية، ما فيش دعوة بيا. قول انت بسرعة، يلا بسرعة، لا يلا ايه ده يلا عشان الناس. خليك في حالك، خليك في حالك. يلا بص هو ناقص 4000. بص يا جدعان اقول ايه، اقول ايه، اقول ايه يا مجنون انت التعبي. بص يا جدعان انا هقول لكم على حاجة، الناس دلوقتي كانت عاوزة تعرفها. دلوقتي انا كنت هقفل الاكونت بتاعي وهكتئب، فبعد كده ما اكتئبتش. ربنا ما يجيب قول كتاب لهم لحد حاجة. يعني، ربنا ما يجيب كتاب لحد. انا بقى في حاجة هقولها وحبيبتي اللي ما فيش منها، ده انا بيع الدنيا عشانها. حاجة هقولها بجد لو وصل 100,000، بس هو عمره مش هيوصل، عشان كده مش هقولها. فهي لو وصلت بقى والدنيا خربت هقولها الصراحة، والله هقولها. اقول لهم انت عاوز تقول لهم ايه واحرق لك؟ اقول لهم ولخص لا نفسي لا واحرق لا لك لا عادي عادي. ما ينفعش. خلاص يبقى توسطها، ما تعليش قوي كده على الناس. اتقي الله. لا 100، لا ما انا مش هقول. هو وصل 100 هقول، عشان ما حدش يقول لا انت ما قلتش. انا مش هقول، انسوني خالص. لا لا هتقول. ما انا هقول بس لما يوصل 100، بس ما وصلش 100 اكيد مش هقول. انا مش عارف، مش هعمل نفسي. والله الحاجة ده ناقص 3000 على 70 بجد. عاش مش يلا يا باين حاج. عندي، مش باين عندي، وريني كده. والله بس فين أصوبة؟ ايه ده ناقص 3000 وانا لسه ما قلتش. طب هقول لك هو على بينقص حاجة، عشان انت ما قلتيش اصلا. على فكرة ان الكومنتات واقفة عندي، الناس زعلانة عشان انت ما قلتيش. ما هي قالت يا جدعان. ثواني ثواني. هو الناس، انا حاسه ان ال خلي بالك عشان انت قلت والله اول ما يوصل 100,000 هتقول. والله لو طب انا والله الكومنتات عندي واقفة، لو وصل الناس 100,000 بتقول لو لك، الناس بتقول لك طب خليه 80 يا شريف. 100 عشان يبقى قدام 100,000 بني انا ادم. عارفه، انا عارفه كده كده، انا كده عارفه. طول لي بيا، انت بتسخني معايا ليه؟ انا والله عارفه حاجه انت. شايفين انا عاوزه اقول لكم وعاوزاه اقول لكم، بس هو اللي عيل ظالم. بس هو بيوصل اصلا، هو بيجري لو بقى 70. مش باين عندي ان هو 70، باين عندي ان هو 64. حضرتك لو عمره 6000. ايوه شريف بطل ظلم يا شادي، ينفع؟ ألف يعني آسف ده أشهر من قصة نبط وعلاء. نايس. شريف احنا كده، يلا ايه احنا كده هنبقى أعلى مصريين صح يفتحوا لايف صح؟ خلصان. أعلى من الممثلين. عايز إيه تاني؟ هتبقوا أشهر من نبط وعلاء. والله. إيه يا شباب شريف مروة. ما تخلصوا يا عم، احنا عزيمتك نخلص. ايه الناس بتقول نفتح، فتحنا اقفل. لو عاوزين نقفل هقفل عادي. عادي صح. طب ايه انت قلت ايه؟ عادي. عادي انت مالك اصلا؟ هو انا سالتك انت؟ بص لي هنا، تعالى تعالى. بابلو فاتح كنت حلو؟ مين ده؟ خلاص ماشي. يقول لك وصل 80 قبل كده. مين؟ هو يوتيوب؟ لايف. لايف يوتيوب؟ لا نست لسه. الموضوع كان فيك. طيب بص بقى يا جدعان، عشان بجد عاوز اتكلم في الحوار ده. ماشي وصلت 80. خمسة هدوء؟ خمسة هدوء؟ اقسم بالله. ولا بنعمل مسلسلات على التيك توك عشان انتوا بتقولوا ان احنا بنعمل مسلسلات؟ والله ما حصل. ولا بنعمل مخرج بصراحة هياخد القصص دي.
والله سيبك والله مالينا، والله مالينا في الحاجات دي. جعان يا جدعان، جعان. ده طلع عشان ياكل. الحمد لله المايك بينزل عشان ما وصلش ال100. قال انت عندي لو كان وصل 100 كنت هتقول. والله هو انا المفروض كده كفايه اصلا. الله يسامحك. صح؟ باكل لك اخر ساعه. عشان هو اصلا هياكل في وش الناس، هو اخره ساعه. هو اصلا احنا فاتحين بقالنا كتير؟ احنا فاتحين بقالنا قد ايه؟ اخر ساعه. بالظبط كده ناس 5 دقايق وبس. 5 دقايق ويبقى ساعه؟ طب قول كلمه للناس بقى، وانا اقول كلمه للناس وكده. عشان ما يزعلوش بجد. عشان السنه الجايه في العيد التخين ان شاء الله نفتح لايف تاني زي. بس يا جدعان الله العظيم بجد I love كلكم يعني. فهمت اقسم بالله شاب يصفر يا جامد. وحياة ربنا فهم خلصانة. ابقى عليك روعي ايه؟ خلصانة. الصالح. لا 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 اسمع، لا اتكلم ولا اي حاجه. بصوا بقى يا جماعه، قولي بقى بجد بقى. بصوا بقى يا جدعان بجد والله العظيم انا بحبكم كلكم كلكم. انا اقسم بالله الواد اللي فوق ده حاسبينه فيه كتير، بس حاسبينه عشان انا هجيبه من شعره. خلاص يا جدعان بقى بجد، كنت وحشني قوي اقسم بالله، كنت هكتئب ومحدش اداني فرصة ومفيش اكتئاب وفي نجاح وفي طول ما انت في ظهرنا. بس ورب كل الناس تكون فرحت. السلام عليكم. السلام عليكم. سلام. يلا انا كمان يلا باي. مش رد.